فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن تقسيم المياه إلى أقسام ثلاثة لا أصل له، وإنما إما أن يكون الماء طاهرا أو نجسا؟ هذه مسألة، نعم، هذه قال بها غير شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الماء على قسمين: طهور أو نجس، والطاهر يدخل في الطهور. هذه مسألة فقهية، لكن وهي إجمالية، لكن التفصيل أن الماء ثلاثة أقسام، التفصيل أن الماء ثلاثة أقسام، هذا وهذا للمبتدئين. أما من ارتحل إلى مرحلة علمية فوق ذلك فله أن يختار من الأقوال ما يترجح لديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شيخ الإسلام ما قال للمبتدئين الماء على قسمين، يقوله للذين بلغوا مرحلة من العلم والنظر. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.